نيجي طبعا الدولار مع الذهب مرتبطين ببعض. بالنسبة لأسعار الذهب، مجرد ما الدولار نزل في السوق السوداء أسعار الذهب نزلت، ويمكن كنا برضو بنلمح كانت أسعار الذهب بدأت تنزل حتى من قبل موضوع انخفاض. يعني يوم الجمعة أنا قلت لحضراتكم كان تقارير على إنه أسعار الذهب كانت بدأت تنزل، وكان في كلام على إنها تنزل أكتر. طبعا مع انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء بدأت تنزل، لكن بيقال إن النهاردة كان في شوية ارتفاعات. أسعار الذهب انخفضت بنسبة 13% وبنحو 700 جنيه عن متوسط سعر يعني اسعار العيارات المختلفه للذهب. مش هنتكلم على كل عيار بكام لان دلوقتي في اضطراب، ما بص تلاقي مثلا الصبح اسعار، الظهر وبالليل اسعار تانية، لكن عموما في انخفاض بيحاول يرتفع شويه، لكن لغايه دلوقتي نقدر نقول موضوع الانخفاض هو السائد. وبرده كان طبعا مع الانخفاض في اسعار الذهب بدا المستهلك يقبل على الشراء، وبدا دلوقتي يبقى في شراء للسبائك وموضوع الجنيه الذهب. تمام، فبالتالي طبعا الـ يعني ما بين ناس بتشتري طبعا بالاسعار اللي نزلت، وما بين ناس خايفه دلوقتي اللي كانوا اشتروا قبل كده باسعار شويه منخفضه علشان يكسبوا، وكانوا فاكرين ان الدنيا هتطلع قوي، بداوا برضو يبيعوا دلوقتي ما بين سبائك وما بين الجنيهات الذهب علشان برضو يقدروا ياخدوا نسبه من المكسب ما يخسروش كتير. وطبعا دي كلها يعني بيبقى في ناس بتحاول ان هي تستثمر وبتتابع السوق بالمنظر ده، واكيد اللي حضراتكم اي حد من حضراتكم بيتابع الدنيا دي بيبقى يعني مش مستني اخبار مننا احنا، لكن بيتابع بشكل حساس جدا يوم بيوم. بس خلينا نتفق على حاجه، ان قبل كده الايام اللي فاتت كلها والتحذيرات اللي كانت بتقول وبيقولوا ان الناس اللي مش مستعجلين على انهم محتاجين شبكه او عريس وعروس او الحاجات دي، والناس اللي هي مش مستعجله على شراء الذهب وشراء السلع الاجهزه الكهربائيه ان هم يستنوا، دول طلعوا صح. يعني احنا برضو كنا بنقول الاخبار دي واحنا مش متاكدين الناس دي بتتكلم، لان قبل كده كان برضو يوسف الحسيني وقال لك الدولار هينزل، وفوجئنا بعد كلامه بالدولار هينزل لقيناه طلع. لكن الحقيقة دلوقتي احنا برضو عندنا طبعا موضوع الانخفاضات دي مستمرة، وان شاء الله يا رب يحصل انخفاضات اكتر. اللي مش مستعجل برضو يستنى شوية، احتمال الدنيا تهدى اكتر. نفس الحكاية برضو زي ما حصل من الشرطة ووزارة الداخلية استهداف للتجار بالنسبة للتجار في العملة، برضو في نفس الحكاية استمرار لاستهداف التجار لمافيا الذهب أو المعدن الأصفر، وتم برضو القبض على مجموعة وكان بحوزتهم أكثر من 5 كيلو جرامات من الذهب. طيب احنا بالنسبه لنا طبعا دلوقتي اتكلمنا على الدولار والذهب والاسعار انخفضت والدولار السوق السوداء انخفض، لكن مشكلتنا يا جماعه موضوع الناس اللي بتشتكي من اسعار السلع. عايز اقول لكم يعني قصص كتيره جدا بتحكي عن ناس ما بين بتشتري ازازه زيت وتبص تلاقي ان ازازه الزيت دي زادت بشكل غير طبيعي في خلال مثلا يومين ثلاثه او في خلال اسبوع. نفس الحكايه بقى للسلع الكهربائيه، ممكن واحد يروح يتفرج كده ويختار ثلاجه بسعر معين يقول لك ايه مثلا دي ب 25,000 جنيه، انا ما اعرفش طبعا، بس القصه كانت ان المبلغ اللي زادت دي وهو بيروح ويتفق وبيشتري الثلاجه والثلاجه دي بكام، وهو جاي يدفع قال له لا حضرتك السعر زاد 8000 جنيه راح مشي طبعا ما اشتراش. والموضوع ده في حاجات كتيره جدا جدا، لدرجه ان طبعا دلوقتي مواطنين كتير قوي قوي، ناس كتيره بدات كانت بتشتكي وبيعملوا فيديوهات، وبدات حتى قناه فرانس 24 في تقارير ليها جمعوا مجموعه من الفيديوهات، مجموعه من الناس وشكواها. ودايما المصري بيعمل ايه لما بيكون في ازمه؟ بتلاقي طبعا السخريه والكوميكس الجميله جدا. فهناخد الجزء الشكوى والجزء اللي بعده الجزء اللي هم الناس بيعملوا بيسخروا من موضوع زيادة الأسعار، حتى وهم بيحاسبوا عند الكاشير بتبقى أو خلال يوم أو يومين الأسعار بتزيد بشكل عامل إيه. على الشبكات الاجتماعية أيضا نشاهد بقى التجار عندهم بضاعة متخزنة قدام عينينا وهم ماشيين بسعر الدولار، الدولار النهارده ب 50 بيبيع ب 55 ثاني يوم الصبح بقى ب 60 هو ماشي مع الدولار. أول امبارح كنت ببيع البولت ب 75 و80، النهارده زاد 5 جنيه وامبارح كان زاد 5 جنيه. وفي يا جماعة كده أهو أول الشهر كده أهو حاجات غليت تاني. المكرونة الكيلو الملكة كان ب 30 جنيه من يوم ولا من يومين بقى ب 32 جنيه. دلوقتي يا سيادة السيسي أنا سواق التوك توك بشتغل من 11 الصبح لحد الساعة 3 بالليل عشان اجيب لقمة عيالي، النهارده جايبة كيلو السمنة ب 120 جنيه اهو. ايه اللي خلى سعرك 200 جنيه؟ ليفة استحمام ايه اللي يخلي سعرها 100 جنيه؟ ها؟ ده انت لو بتغسلي ذنوبي مش هيبقى سعرك كده. طب يا جماعة الماك بوك 350,000 جنيه.
بثمن عربية السيادة الإيفيزا الإف آر في 2018، المكبوك ب 350، ويقول لك بقى في أوبشن أنت ممكن تقسطه ب 29,000 جنيه في الشهر، ده كان قسط شقة إن شاء الله. الماروتي في دمياط بقت بربع مليون جنيه. قلت بس خلاص أي مواصلة وخلاص، أجيب لي عربية كارو. لقيت العربية بقت ب 80,000 والحمار ب 20,000، يعني عشان تبقى عربجي لازم يبقى معاك 100,000. أنا جاي الصبح بجيب بخمسة جنيه عشان افطر وكده، لقيت الراجل بديني رغيفين في الكيس. قلت انت اتلخبطت وحطيت رغيفين بس باي؟ بقول لي لا رغيفين. قلت له بقول لي لا ده انا ايه ده اتلخبطت وحطيت واحد زياد. بقال الله ونعم بالله، بقال الله حياتك البلح نشد وزول ان شاء الله، نشد حيلك نشد على الله، ربنا يصبرك يا رب ويقويك يا رب شر البلي. يعني فعلا طبعا احنا اجدع ناس نقدر نحول كل أزمة لسخرية والنكت طبعا. يعني طيب الناس برضو بتتساءل لانه لغاية دلوقتي الأسعار ما قلتش غير في بعض السلع، لكن اللي تقال برضو الناس كلها بتسأل طيب يعني الأسعار امتى هتنخفض وليه لسه ما انخفضتش، رغم ان انت مثلا كنت بتزود سعر الحاجة بناء على انك بتقول الدولار بيغلق بيعلى في السوق السوداء. طب هو الدولار نزل، ده كان 72 و74 وبقى 55، حضرتك ما نزلتش كتاجر أسعار ليه؟ فقال لك طبعا ان في مواجهة ازمة اقتصادية غير مسبوقة تعاني منها مصر اتخذت الجهات المتخصصة عدة اجراءات لكبح جماح الازمة، لكن تلك الخطوات لم تنعكس حتى الان على المواطنين اللي ما زالوا يعانون من ارتفاع الاسعار بالنسبة للسلع والخدمات. فاللي اتقال الحقيقة انه موضوع انه بالتأكيد اسعار المنتجات ان شاء الله هتنخفض، ولكن الموضوع ده مش هيكون بشكل سريع، لازم ندي وقت. ولكن قالوا ان في برضو بعض المنتجات اللي هي بدأت ان هي فعلا يعني في بعض المنتجات اللي بدأت تقل، وقال لك في عدد من المنتجات الأساسية هتقل. على فكرة طبعا سعر البان كيلو الفراخ ب 100 جنيه، اللحمة في أماكن ب 400 جنيه، البيضة لو بتشتريها برضو بسعر البيضة لوحدها كده بتوصل 5.5 أو 6 جنيه. فبالتالي بيتكلموا على انه برضو موضوع استيراد غالبية الاحتياجات من السلع في مصر، انه مع الاستيراد اغلبيه الاحتياجات هيخلي انه الموضوع ممكن يستغرق 3 شهور. ده تقارير بس نتمنى ان ما تكونش صحيحه. ده الباحث الاقتصادي السياسي ابو بكر الديب هو اللي قال التصريحات دي، قال لك لا معلش الاسعار هتاخد 3 شهور عشان تقل. لكن زي ما بقول لكم بنتمنى انه الامر برضو قاله خبير اقتصادي تاني تحدث عن موضوع التضخم، وانه بالتضخم في أسعار تضخمت بما يتجاوز 70% بسبب برضو السبب التاني. المواضيع دي مش بس استيراد السلع من الخارج، لكن موضوع احتكار التجار والجشع ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه طبعا. فعلشان تبتدي تقل هتلاقي التاجر اللي رفع الأسعار بناء على سعر السوق السوداء مش بسهولة ان هو يقلل الأسعار. لكن التقارير بتقول ان في 25 سلعة أساسية كانوا انخفضوا، زي الدقيق، السكر، العدس، هو طبعا كان في كوميكس كتيره برضو على الفاصوليا البيضاء اليومين اللي فاتوا كانوا بيقولوا سعرها كان زاد بشكل غريب جدا. عموما فانت كده بنتكلم عن بعض الاسعار اللي اتقال ان هم حوالي 25 سلعه اساسيه اللي اسعارهم قلت. ما بين برضو الناس برضو كانت بتتري على سعر الجبنه الرومي، لكن قال لك ان هي انخفضت 13 جنيه يعني بقت ب 239 جنيه كيلو الجبنه الرومي. مش عايزه اقول الاسعار طبعا عشان برضو الناس اللي مش عايشين في مصر ومش عارفين الاسعار ما يتخضوش قوي، لكن اعتقد اللي ليه قرايب في مصر عارف ان الدنيا بقت بجد فعلا صعبه جدا. ربنا يكون في عون المواطن. بس فعلا التعجب، يعني انت النهارده كتاجر ترفع السعر في خلال يوم ولا خلال 24 ساعه ولا خلال في نفس الوقت، والناس بتشتري الحاجه جوه تيجي تحاسب عليها تلاقيها زادت، ولما الدولار دلوقتي قل انت مش عايز تقلل. طبعا ده برده محتاج رقابه على موضوع جشع التجار. بيتكلموا برده على موضوع خطه الحكومه لترشيد الانفاق الاستثماري، وان ده برضو مستمر علشان خاطر يبتدي يحصل توازن بالنسبة لموضوع الأسعار، وان ما يحصلش برضو ارتفاع كبير في السوق السوداء مرة تانية. في مشروع مصري إيطالي للربط الكهربائي باستثمارات ضخمة، وكان رئيس الشركة المنفذة كشف بعض التفاصيل على هذا المشروع. يعني في النهاية جماعة برضو في حاجات جديدة بتحصل بالنسبة لكل المشاريع. برضو فاكرين أزمة السكر، وان كانت التجار طبعا بيروحوا يبيعوا القصب السكر
بره ومش عايزين يدوه المصانع عشان المصانع مش بتدي اسعار كويسه. برضو قالوا انه هيتم توريد محصول قصب السكر للمصنع ب 1500 جنيه للطن، فبرضو بيحاولوا يزودوا علشان يغروا التجار وما يروحوش يبيعوا بره. والبنوك طبعا منذ ارتفاع اسعار الفايده بدات طبعا من وقت ما المركزي المصري رفع الفايده 2%، البنوك برضو زي بنك مصر رفع اسعار الفايده على حسابات التوفير 2%. لكن بقى على الجانب الاخر الحقيقه ان الاسهم المصريه في البورصه المصريه خسرت حوالي 52 مليار جنيه من قيمتها السوقيه في اول ساعه من تداولات الاحد امس، بالتزامن مع طبعا موضوع تراكب سعر الدولار في ظل موضوع القصة ان هو قل في السوق السوداء والدنيا دي، وقصة برضو رفع الفايدة، فده اثر على البورصة المصرية. عندنا كمان برضو كان في دعم نقدي من الحكومة بقيمة 1200 جنيه شهريا، والدعم ده هيكون للناس اللي هم بيستفيدوا من تكافل وكرامة، او للجماعة اللي هو برضو بيحاولوا يستحدثوا فئات جديدة هتستفيد من الدعم ده، اللي زي مثلا المرأة المعيلة واللي عندها ابناء تجاوزت اعمارهم 18 عام. وفي نفس الوقت طبعا موضوع ال 1200 دول طبعا يعني اديك شفت قال لك رغيف العيش معرفش كان بخمسة جنيه ولا بكام يعني، فبالتالي احنا عندنا ازمه برضو كبيره. ال 1200 دول يعني اهو هيسندوا شويه اللي هم بيقولوا نوايا تسند الزير شويه، فدي كلها امور ان شاء الله يعني يتحسن الاقتصاد في مصر. ويمكن احنا حبينا برضو نغطي الفقره دي لحضراتكم علشان وبنتمنى من كل قلوبنا انه تستمر انخفاض الدولار في السوق السوداء وتقل الفجوة وأيضا تقل الأسعار بالنسبة للمواطن المصري.